محافظ صلاح الدين يعلن طي صفحة الفساد واستكمال مسيرة الإعمار بلا وجل. محافظ صلاح الدين يؤكد فشل سيناريوهات التضليل والمزاعم بالتأثير على توقيتات خدمة المواطن. أهالي صلاح الدين يبدون التزاماً كبيراً بقرار حظر التجوال ويشيدون بتوجهات المحافظ لإحداث نقلة بمستوى الخدمات. الموازنة الاتحادية والاضطرار لتمريرها بالأغلبية السياسية والصحة تؤكد تزايد أعداد الإصابات بكورونا خاصة بين الأطفال.